تصور لما أتيت إلى المسجد لصلاة الجمعة وتوضأت ولبست الشراب، أنا على طهارة، علي مثلا الشراب الآن، علي الشراب الآن، لو خلعت هذه الشراب، أنا لم أحدث من قبل حتى أمسح الخفين، خلعت هذه الشراب ما ينتقض وضوئي. لما؟ لأني لم أحدث فيما مضى ومسحت، لم أحدث. أنا أتيت إلى المسجد ولبست الشراب على طهارة، فأردت أن أخلع الشراب، لا بأس بذلك.